السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، اهلا بكم مرة تانية في الجزء الثاني من الدرس الرابع في الوحدة الثالثة، وده الخاص بالبرونانسيشن النطق. طبعا حبايبي في درس النهاردة بيعلمني ازاي انطق الاي دي او الدي اللي انا بحطها في نهاية الريجولر فيرب، يعني الفعل العادي، يعني لما يكون الفعل عادي الاي دي او الدي اللي انا بحطها في اخر الفعل او بزودها على الفعل. يا ترى كلها بتنطق اد ولا بتنطق دي؟ هقول لك خلي بالك، الاي دي في نهاية الفعل العادي لها تلت انواع من النطق. تاني حبايبي، الاي دي لما تيجي في نهاية الفعل العادي تلت انواع مختلفة من النطق. قال لي اول حاجة انها بتنطق دي عادي جدا، يعني الاي بتبقى سايلنت، حرف الاي ده حبايبي بيبقى سايلنت. يعني ايه سايلنت؟ قال لي مش بينطق، يبقى اللي بتنطق بس هي الدي. طيب تاني نوت، قال لي تاني نوت الاي دي بتنطق تي، يعني الاي بتبقى سايلنت بس الدي بتنطق تي ت، يعني ما بتنطقش دي. تالت نوع من النطق هو ان الاي بتتنطق بس بتتنطق شورت اي، فبالتالي بينطق اد 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 اد. طيب انا هبتديها بشكل مختلف شوية عشان اسهل عليكم. تعالوا ناخد اول نطق خالص وهو نطق الاد، يعني الاي فيها بتتنطق وبتتنطق شورت اي، يعني بكسرها وبعدين انطق الدي عادي جدا. قال لي ان الاي دي حبايبي بتتنطق اد، يعني الاي منطوقة والدي منطوقة. قال لي في حالتين اتنين فقط لا غير، قال لي لما يكون الفعل بتاعي اللي هو العادي بينتهي بالته ساوند، حرف التي يعني، او الده ساوند، يعني بينتهي بتي او دي. اذا انتهى الفعل بتي او دي وبعدين انا زودت له اي دي، لازم انطقها بالمنظر ده اد، يعني انطق الاي وانطق الدي. شكل عندنا كلمة تيست، تيست حبيبي يعني يتذوق. خلي بالك هتقول له مستر ده تيست دي بتنتهي بايه، هقول لك بس اخر صوت منطوق هو ايه، هتقول له اخر صوت منطوق هو الت ساوند، هقول له خلاص يبقى الاي دي هتنطق او الدي اللي انا زودتها دي هتنطق اد، فبالتالي النطق بتاعها يبقى تيستد تيستد تيستد. شوف الاي اتنطق والدي اتنطق، الدي شكل ما هي عادي خالص. كلمه شكل كلمه ويت، يعني ايه ويت يا مستر؟ ينتظر. قال لي اه بتنتهي بالته ساوند تبقى ويتد ويتد ويتد. طب كلمه شكل كلمه بينت، هتقول لي بينت معناها يلون، فبالتالي بتنتهي بالته ساوند فتبقى بينتد بينتد بينتد. كلمه شكل كلمه كاونت، يعني ايه كاونت يا مستر؟ قال لي كاونت دي معناها يعد، برضو بتنتهي بالته ساوند فتبقى counted counted counted. يبقى الاي دي نطقت، الحرفين الاثنين نطقوا. طيب كلمه شكل كلمه انفايت، يعني ايه انفايت يا مستر؟ يدعو. بس يا مستر انفايت بتنتهي باي، هقول لك لا بس اخر صوت منطوق الت ساوند، فعشان كده هتبقى في الماضي اسمها invited invited. كلمه شكل كلمه want حبايبي يعني يريد، طيب يبقى الماضي بتاعها wanted wanted. كلمة شكل كلمة تيست اللي معناها يتذوق. خلاص خلاص بقى يا مستر احنا عرفنا هي الاي موجودة بس مش بنطقها في المضارع لكن هنطقها في الماضي، فتبقى تيستد تيستد تيستد. يبقى حبايبي اذا انتهى الفعل بتي يبقى الاي دي هتنطق كاملة اد اد. نفس الكلام لو الفعل انتهى بدي، شكل نيد اللي معناها يحتاج بقت نيدد نيدد. طب تايدي، هتقول لي تايدي يا مستر بتنتهي بالواي ما بتنتهيش بالدي، هقول لك بس انا ورا الده ساوند لازم الاي دي تنطق كامله، فعشان كده لازم اقول تايدد تايدد تايدد. كلمه شكل كلمه ستادي، نفس الكلام هتبقى ستاديد ستاديد ستادي يعني يذاكر ستاديد. يبقى اذا بنطق الاي دي اد، يعني بنطق الاي وانطق الدي الصوتين الاثنين اذا كان الفعل بينتهي فقط بحرف التي او حرف الدي. طيب تاني حاجة لازم اعرفها، لازم اعرف بقى امتى الاي دي تنطق ته ساوند، يعني تنطق تي
وحرف الاي ما يتنطقش يا مستر؟ هقول لك لا، حرف الاي مش هيتنطق، اللي هيتنطق الدي ومش هيتنطق دي، هيتنطق ته ساوند شكل حرف التي. قال لي حبايبي شكل ما قلنا ان ده بيعتمد على الصوت الاخير مش الحرف الاخير. تاني حبايبي، بيعتمد على الصوت الاخير مش الحرف الاخير. فقال لي اذا كان اخر صوت عندي با او كا او فا او سا او شا او تشا، اي صوت من دول الفعل بينتهي بيه، يبقى لما احط له ايدي انطقها تا وما انطقش حرف الاي خالص. مثلا البا في كلمه تشوب، يعني ايه تشوب حبايبي؟ تشوب معناها يقطع، طبعا انا مضاعف واحط الايدي فتبقى تشوبت 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 تشوبت. يبقى لاحظ الايدي هنا نطقت تا والاي سايلنت مش هتنطق. الكه ساوند شكل work work، بتنتهي بالكه ساوند فتبقى worked 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 worked. يبقى الاي ما اتنطقتش والدي نطقت تي. walk يعني يمشي، it walked walked walked. يبقى الاي ما اتنطقش والدي نطقت تي. ask 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 معناها يسأل، asked 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 asked. وساعات عشان يسهل النطق يخفف خالص من حرف الكه او صوت الكه، asked asked يعني سأل. يبقى الاي مش هتنطق والدي هتنطق تا. وشكل ما قلنا ان هو بيعتمد على الصوت، يعني اذا كان الصوت الاخراني فا مش الحرف الاخراني اف. والدليل على كده عندنا كلمة لاف. يعني ايه لاف حبايبي؟ قال لاف معناها يضحك. طب الجي اتش هنا نطقها ايه؟ هتقول لي فه ساوند، فعشان كده لما اجي اقول الماضي بتاعها هقول لافت لافت. الاي ما نطقتش والدي نطقت تي. طب كلمة مثلا خدناها كلمة ستاف، وقلنا ستاف دي حبايبي معناها يحشي. طيب لما اجي بقى اجيب الماضي بتاعها هتقول لي ستافت ستافت. يبقى اذا بيعتمد على الصوت مش على الحرف، يعني هنا جي اتش بس نطقت فا ساوند خلاص، يبقى الاي دي بتنطق تا. طيب قال لي اذا كان الصوت الاخراني سه ساوند سه ساوند. خلي بالكوا حبايبي انا قلت سه ساوند، بمعنى كلمه شكل كلمه فيكس، ايه اخر صوت فيها؟ هتقول له يا مستر اخر صوت فيها سه فيكس، فبالتالي لما اجي احط الاي دي وانطقها تبقى فيكست فيكست فيكست. يبقى لاحظ الاي ما نطقتش والدي نطقت تي. دريس 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 يعني يلبس، دريست دريست. يبقى الاي مش هتنطق والدي هتنطق تي. طيب برامس 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 حبايبي معناها يوعد، بقت برامست برامست برامست. يبقى الاي مش هتنطق والدي هتنطق تي. طيب اذا انتهى بالصوت ده شا، احنا عارفين ان الصوت ده بيجي في حرف الاس اتش شكل واش، واش يعني يغسل، تبقى واشت. الاي مش هتنطق والدي هتنطق تا. او تشا شكل واتش، واتش يعني يشاهد، فبقت واتشت واتشت واتشت. الاي مش هتنطق والدي هتنطق تا. طيب انا احفظ دول، ولما احفظ دول حبايبي باي حاجه غيرهم الاي دي هتنطق ده، يعني الاي مش هتنطق بس الدي هي اللي هتنطق تاني. يبقى الاثنين دول بينطقوا اد، الاصوات السته دول بينطق الاي دي وراها تا، اي حاجه غيرهم هتنطق ده ده. شكل عندنا كلمه كول كولد، يعني الاي مش هتنطق ودي دي. كلايم خلي بالكوا حبايبي ان البي سايلنت، كلايم يعني يتسلق، اقول كلايمد كلايمد. يبقى الاي مش هتنطق. كلين كليند كلين كليند، يبقى الاي مش هتنطق. بلاي بلايد بلاي بلايد، يبقى برضو الاي مش هتنطق ودي هتنطق ده. enjoy يعني يستمتع، enjoy بقت enjoyed enjoyed enjoyed.
يبقى ايه مش هتنطق ودي ده slow 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 يعني يبطأ. طيب الماضي بتاعها slowed 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 يبقى لاحظ حبايبي الايه مش هتنطق. طيب عندنا كلمة deliver deliver يعني يسلم يبقى delivered 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 يبقى الايه مش هتنطق ودي دي carry carry. عود نفسك دايما اي صوت متحرك في الاخر الاي دي تنطق دي على طول carry carried carried live live lived lived يبقى كل دول حبايبي الاي دي نطقت فيها ده من غير منطق الاي. يبقى بسرعه كده هنقول التي والدي الاي دي وراهم بتنطق اد. صوت البا والكا والفا والسا والشا والتشا الاي دي هتنطق تا والاي مش هتنطق. اي صوت غير دول هتنطق ده عادية جدا. ولازم افتكر ان صوت الاي دي بيعتمد على الصوت الاخير مش الحرف الاخير. تاني بيعتمد على الصوت الاخير مش الحرف الاخير. تعالوا بقى يا حبايبي بيقول لي في صفحة 153 listen and write استمع واكتب. يا ترى مديني افعال شكل cleaned lived needed studied washed worked. طبعا المفروض ان انا بسمعها كويس عشان اعرف يا ترى نطق ده ولا تا ولا اد. هنمسك كلمة كلمة cleaned هتقول له نطق ده بس يا مستر. طب lived هتقول له يا مستر نطق ده برضو lived والايه ما نطقتش. طب needed هتقول لي هنا بعد الدي ساوند او ده ساوند الاي دي بتنطق اد يبقى الاخرانية هتبقى needed. طب started برضو بعد الده ساوند الاي دي اد فبالتالي هقول هنا started يعني ذاكرة. طب washed هتقولي نطق التا عشان بعد الشه ساوند فتبقى washed. طب worked worked هتقول لي برضو بعد الكا ساوند الاي دي بتنطق تا فتبقى worked worked. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال التاني بيقول read and circle the odd sound out هنطلع الصوت الغريب asked played delivered هتقول لي مستر asked هي اللي مختلفة لان بعد الكا ساوند الاي دي بتنطق تا لكن played or delivered بينطقوا الاتنين ده دي عادية. number two cleaned climbed helped هتقول له مستر cleaned ده climbed ده طب helped تا فيبقى helped هي المختلفة. طيب painted washed wanted هتقول له هنا نطقت اد وهنا نطقت اد لكن هنا نطقت تا washed يبقى دي هي المختلفة. طيب climbed needed cold هتقول لي هنا نطقت اد لكن في الاتنين دول نطقت ده عادية خالص من غير ايه climbed cold فبالتالي needed هي المختلفة. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال التالي برضو جايب لي بعض الافعال in the past في الماضي وبقول لي يلا صنفها هل الاي دي بتنطق تا ولا الاي دي بتنطق اد ولا الاي دي بتنطق ده. طبعا هناخد برضو كل كلمة كده واحدة واحدة. tasted هتقول دي نطقت اد فهكتب هنا tasted. بلايد بلايد هتقول دي ده عادية فهكتبها هنا بلايد. طيب invited هتقول لي كده نطقت اد فهكتب هنا invited. enjoyed enjoyed هتقول لي enjoyed ده عادية خالص لانها جاية بعد صوت متحرك يبقى enjoyed. طيب dressed dressed هتقول لي دي ت يبقى هكتبها هنا مع حرف ال T او صوت ال T. طيب walked walked يعني مشي برضو نفس الكلام بعد الكا ساوند بتنطق ت يبقى walked. طيب cleaned cleaned هتقولي لا دي ده عادية فهكتبها تحت cleaned. طيب fixed fixed طبعا اخر صوت هنا س فبالتالي يجي ورا الاي دي نطق ت فهكتبها fixed مع اللي فوق. waited
waited يعني انتظر، فبالتالي هقول id فتبقى بالمنظر ده waited مع ال id. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا حبايبي لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس، ولو ما كنتش عارف احنا بدأنا منين هتخش على قوائم التشغيل هتجيب الخامس 2023 هيجيلك من اول ما شرحنا لغاية ما احنا واقفين. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنانا في الجزء الثالث ان شاء الله من الدرس الرابع وده الخاص بالماث. Goodbye. Salam alaikum.